السلام عليكم، عندي أخبار جديدة فيما يتعلق بخريجة برنامج ستار أكاديمي رنا سماحة. عرفنا مؤخرا بأنها من غير المسلسل اللي درت في شهر رمضان الكريم ديال أزمة نسب، باغية تعيد التجربة ديال التمثيل مرة أخرى، وغادي دير مسلسل درامي واحد آخر، ومازال ما توصلتش شنو هو بالضبط العنوان ديال المسلسل وشكون هما الممثلين اللي مشاركين معاها، ولكن عارفة بأنها غادي دير مسلسل إن شاء الله قريبا. وفيما يخص يعني في جانب الغناء، فهي عندها حفلات بزاف في المحافظات ديال مصر كلها، عندها يعني حفلات بزاف، زائد أنها مؤخرا حصلت على الجائزة ديال أفضل فنانة صاعدة في الشرق الأوسط، وهذا كله بفضل صوت الجمهور واللي فان ديالها ليها.